حضرتك ممكن تقول لنا ازاي بنتعامل في حياتنا مع الازمات والشدائد اللي بتواجهنا؟ اول شيء نتجه الى الله سبحانه وتعالى ونستعين به، نصلي ركعتين الى الله سبحانه وتعالى ونطلب منه في السجود ان يعيننا ويساعدنا على حل الازمات. الازمات دايما لما تجيك دايما الانسان يواجهها بثبات وبايمان، يعني انت كل ما تكون ذو ثابت تقدر تتجاوز الازمه سريع. لو اي مشكله واجهتني في حياتي كالطبيعي يعني اللي بيحصل معانا كلنا، فلما بصلي وكده ربنا سبحانه وتعالى بيديني يعني حل للمشكله اللي انا كنت واقع فيها. فباجي تاني يوم بعد ما اصلي واهدى باجي تاني يوم بلاقي ربنا كرمني في مشكله انا وقعت فيها ديت عالجتها تاني يوم. فانت لازم تتوكل على الله. عشان تتوكل على الله ده ليه شروط. ان انت اول حاجه تحاول تدور، تسعى تسال ناس وتجرب واحد اتنين، مره غلطت مره ممكن تنجح، لو لقيتها قفلت معاك خلاص بقى مع الناس كلها ساعتها ممكن ترجع لربنا. ده ساعتها بقى انت بتتوكل على الله بجد. انما قصه ان انت تقعد بقى تدور وخلاص انا هادئ ربنا من اول المشكله وما احاولش ادور واخش في حاله اكتئاب والقصص اللي الناس بيعملوها دي حاجه مش كويسه. والله بستعين بالله عز وجل الاول، واخد بالك ده طبعا في المقدمه، هو اللي بيعين الواحد على الأزمات. تمام، أولا وأخيرا. وبعدين بستعين بقى بصديق يكون مخلص إن هو أخد رأيه وأشوف رأيه مناسب. الأول أشوف سبب المشاكل اللي عندي في حياتي وأحاول أشوف لها أكتر من حل مناسب ليه، يعني المشكلة أكيد لها سبب ونحاول نحله. أي أزمة تجيلي لازم أشوف حلها من ناحية الدنيا والأسباب الرئيسية اللي ممكن أو الحلول الرئيسية اللي ممكن أحل هذه الأزمة، بس في نفس الوقت يبقى عندي يقين من ربنا إن شاء الله ربنا ممكن يوصل لي حالي ويديني أقرب حلول كويس. واحد طبعا ملتزم في الصلاة، بيطلع صدقات، بيستغفر ربنا كتير، حاجات كده يعني، وبيدعي كتير والصلاة على النبي كتير. طبعا بفضل أساعد الناس اللي معايا في الدفعة، فربنا كرمني وفي خطوات أنا ما كنتش متخيل إن أنا هبقى في الحتة دي غير لما كنت يعني عشان كنت بساعد الناس ربنا كرمني وهيئ اللي ساعدني. فأنا من بعد الموقف اللي هو قاله لي ده بقيت يعني لو في فرصة إن أنا أساعد حد ووقتي حتى لو مش متاح قوي بحاول إن أنا أساعد، لأن أكيد ربنا هيئ اللي يساعد لي في وييسر عليا خطوات مثلا ممكن تبقى صعبة يعني. تقرير جميل جدا جدا جدا، يعني التقرير دوت بيبرز لنا ازاي العقل الجميل بيفكر يكون متصل بالله سبحانه وتعالى مهما كانت الازمات والشدائد. يمكن انتم حضراتكم بتسمعوا يعني كيف نتعامل مع الازمات والشدائد، ويعني هناك الكثير من الامور والاسباب اللي ممكن من خلالها نتعامل مع الشدائد. يمكن استاذ سماح انا يعني لفت نظري اكتر من حاجه. اتفضل. فيعني الأرضية المشتركة الاستعانة بالله سبحانه وتعالى حقيقي. إنك تتضرع لربنا سبحانه وتعالى، إنك تدعي ربنا سبحانه وتعالى.